سلامات، معكم نورا من يوميات نورا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، اليوم فيديو جديد ووصفه جديده اللي غادي نشارك معكم فيها طريقه تحضير ديال البيتزا فواكه البحر اللي كدينا اكثر من رائعه، لذيذه بزاف بزاف، واحد البنه زوينه. طريقه تحضير العجينه ديال البيتزا انا راني حطاها في الفيديوهات، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف اللي بغى يشوف طريقة ديال العجينة ديال البيتزا. هنا انا عندي العجينة يعني راني موجدها هنا، وعندي لاصوص ديال البيتزا اللي تهي غادي نخلي لكم الرابط ديالها اللي ما شافش لاصوص ديال البيتزا، وعندي واحد الكمية قليلة هكا من كروفيت. فواكه البحر البنات يعني راه غير شوية شوية من الحاجة، ماشي يعني شي حاجة كثيرة، غير شوية ديال كروفيت، شوية هنا ديال السيبيا اللي كتكون زوينة، راه كتكون بحالها بحال الكالامار، ما كاينش تقريبا فرق بيناتهم، يعني زوينة بزاف وثمنها يعني ناقص على الكالامار. عندي شوية من الجبن الأحمر اللي هكا محكوك، وعندي الموتزاريلا حتى هي محكوكة، عندي شوية ديال الفلفل الأصفر للتزيين، وعندي الزعتر اللي ضروري في البيتزا خصوصا فواكه البحر كيعطينا واحد اللذة زوينة بزاف، وعندي هنايا السيريمي اللي تاهو كيعطي واحد البنه زوينه في البيتزا. المهم ما نطولش عليكم الفيديو وندوزو لطريقه التحضير ديال هاد البيتزا ديالنا. دابا البنات كما شفتوا عندي هنا، انا هنا راه درت بيتزا يعني حجم عائلي، راه كبيره كما كتشوفوا، ماشي بيتزا صغيره. هذاك العبار اللي عطيتكم في الوصفه ديال العجينه ديال البيتزا راه هو اللي درت، غير هي انا درت منها وحده كبيره كما كتشوفوا. دابا غادي ندير لها هاد الموتزاريلا هكا في الجناب، بيتزا خضراء يعني بلا طياب، غادي نعمرها، غادي نحط هكا الفرماج في الجناب اللي كيجي رائع بزاف هكا ملي كنديرو في الجناب. الا ما بغيتوش هكا تعمروا هاد الجناب ديالها ماشي مشكل، خليوها غير هكا عاديه، انا كتعجبني بحال هكا كيجي من هادوك الجنيبات معلكين. المهم البنات انا غادي نعمر هاد الجنيبات مزيان ورجع معكم. دابا البنات من بعد ما كملت هاد الجوانب ديالنا هكا كنيتهم، ها نتوما شوفوا كيف كنديروا لهم. كناخذ هاد الجنيبات اللور كنديرهم هنا، نرجعهم هكا صافي، وكنورك هكا بصبعي باش تلصق لينا العجينه على العجينه التحتانيه بحال هكا. صافي دابا غادي ناخذ هاد لاصوص ديال البيتزا كما كتشوفوا، كما قلت لكم غتلقاوني حاطه لكم الرابط ديالها. غادي نسرحها بحال هكا، ان شاء الله غادي نشارك معكم حتى هكا العجينه ديال البيتزا العاديه اللي كطيب عاد باش كنعمروها، يعني العجينه العاديه. هاد العجينه البنات راه الطريقه تقريبا ايطاليه، داكشي علاش يعني مختلفه. صافي غادي نزيد عليها هاد الموتزاريلا، غادي نحط الموتزاريلا هي الاولى بحال هكا، غادي نسرحها هكا بحال هكا،
غادي نزيد عليها هاد الفرماج حمر او الجبن الاحمر، بحال هكا. صافي غادي نزيد عليها دابا هاد فواكه البحر ديالنا، نحطهم يعني عادي بشكل عادي. كما قلت لكم فواكه البحر غير شويه، ماشي ضروري اننا نكثروا، الاهم هي تكون عندنا البنه. غادي نزيد عليهم هاد السيبيا، هادي راه كتجي رائعة، كتجي فنة بزاف، يعني بحال بحال الكالامار، كتجي زوينة، جربوها. هكا دابا البنات غادي نزيد عليها هاد السيريمي بحال هكا. طبيعة الحال راه كلشي عندي هنا خضر، يعني لا هاد الكرافيت ما يعني ما مشحره لا في المقله لا حتى شي حاجه، كلشي هكا خضر، كندير يعني كلشي مباشره ويطيب في الفران وما كياخذش الوقت بزاف، يعني واخا كلشي خضر، العجينه خضراء ويعني هاد فواكه البحر خضرين، ولكن كلشي كيطيب يعني بلا ما تحتاجوا هكا تقليو بحال هكا قانغ هكا تشحروه، ولا طريقة سهلة. دابا البنات غادي نزيد عليها هاد الفلفل الاصفر للتزيين، اللي بغات دير فلفل اخضر ديرو بحال هكا. دابا البنات غادي نزيد عليها هاد الزعتر هكا بحال هكا من الفوق، غير شويه ما نكثروش عاوتاني بزاف، صافي. ها نتوما كيف كتجي، غادي ندخل هذا بالفران اللي مشعل عليه من التحت، تنحس بها هكا طابت لي شويه من التحت، عاد باش غادي نشعل عليها من الفوق ونرجعوا ان شاء الله في الطبق النهائي. دابا البنات من بعد ما طابت لينا البيتزا ديالنا، ها نتوما شوفوا كيف كتجي، راه كتجي اكثر من رائعه، كتجي لذيذ بزاف بزاف. انا هنا خديت واحد هكا راس ديال الثومه صغير حكيته وزدت عليه زيت العود، غادي ندهن به الجوانب ديالنا اللي كيعطي واحد البنه زوينه بزاف، خصوصا انها كتواتي هاد فواكه البحر. غادي ناخذ غير شويه بحال هكا، غير ندوز هكا ما كتروش، وهذاك الثومه المذاق ديالها راه ما كيجيش باين نهائيا، بالعكس كيعطينا واحد البنه رائعه. هكا الثومه وزيت العود، يعني واحد راس ديال الثومه صغير وزدت عليه شويه ديال زيت العود، وندوزو بحال هكا على هاد الجوانب بحال هكا، صافي غير هكا شويه تدويزه خفيفه، صافي. غادي نقطع هذا معكم، كما قلت لكم راه كلشي كيكون طيب لينا، ها نتوما شوفوا يعني كلشي طيب وما كتاخذش وقت بزاف في الفران، راه كتجي اكثر من رائعه البنات، نتمنى انكم تجربوها خصوصا بالعجينه ديال هاد البيتزا اللي غادي نخلي لكم. راه بيتزا كبيره نيته البنات، يعني راه حجم عائلي. هانتوما شوفوا كيف كتجي، هانتوما التحت ديالها، راه كتجي لينا طيبه
هكا كتجي رطبه بزاف. شوفوا هاد الجنيبه ديالها لداخل كي كيجيو بالفرماج كتجينا مع الكبنات راه كتجي رائعه بزاف بزاف. يعني هاد البيتزا انا راني تقريبا معتمده عليها مده ديال عامين وانا كندير نفس هاد العجينه ديال البيتزا. الصراحه انا ما كنديرش بزاف العجينه العاديه ديال البيتزا اللي كنطيبوها عاد باش كنعمروها. انا دابا كما قلت لكم مده ديال عامين وانا كندير هاد الطريقه ديال البيتزا حيت كتعجبني بزاف وكتعجب هكا حتى الدار يعني جاتهم وكتجينا بحال ديال على برا راه كتجي اكثر من رائعه البنات. مهم البنات ما نطولش عليكم الفيديو، نتمنى انها تعجبكم هذه الوصفه وجربوها بالطريقه ديالي وخليوا لي في التعاليق الزوينين اللي بحالكم كيف غادا تجيكم. ولا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وديروا ابوني القناه باش يوصلكم كل جديد ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جديده.